يلا I'll join. How are you guys? خلاص تعال الله واحد كم واحد فيك يطلع فيك اما بدك يلا يا احمد نصور يلا يا احمد وين خلي خبرنا شو عم بيصير هون يلا والله اليوم الجاليه اليمنيه والجاليه العربيه خارجين مظاهره للشذب يعني التنديد باختطاف وقتل اليمني الامريكي عبد الملك السنباني رحمه الله عليه. هذا الشاب اقترب حوالي 7 سنوات وزي ما تعرف كل واحد يقترب في امريكا يحاول يعني يجمع مصاري ويرجع لبلده ووطنه يزور اهله واخوانه. هذه نفس القصه اللي حصلت مع المرحوم الفقيد عبد الملك السنباني. اشتغل في امريكا وعرق واشتغل كثير ورجع لليمن يزور اهله واخوانه ويشوف امه وابوه ويتزوج كمان، ولكن للاسف هو عمل داكومنتيشن وتصوير لكل مرحلة الطيران من أول ما خرج من أمريكا لا ما حتى وصل اليمن، ولكن للأسف حصل في اليمن عندما وصل تم التقطع له وأخذ ماله وقتله. فنحن نطالب الحكومة الأمريكية كونه يمني أمريكي أن تضغط على الحاكمين في اليمن إحضار المتهمين والمجرمين إلى العدالة لكي لا يذهب دم الفقيد والشهيد هباء منثورا. شكرا لك حسين ونتمنى لك التوفيق في تشارتر كوميشن إن شاء الله بالتوفيق. هنا نصور بعد شباب أكيد الشعارات الموجودة سعيد. طب يلا نحن لايف على فيسبوك، يعني خبرنا أهمية اللي انتم عم تقوموا فيه حاليا اليوم. والله طبعا هذا الـ يعني البروتست الموضوع الخاص السنباني اللي قتل في اليمن لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى ان اليمن واهل اليمن يشوفوا الاشياء اللي يعني بتفيدهم ان شاء الله، وحتى انه ما يحدث هذا مره ثانيه ان شاء الله. الله يبارك فيك. اكيد في كثير حبيب العرب، اكيد احنا موجودين في مدينه ديربون عم بيصير في وقفه احتجاجيه وخاصة بعد مقتل الشاب اليمني في اليمن اللي كان عم هو اليمني الأمريكي اللي كان عم يزور اليمن. هنا بمدينة ديربون المئات من إخواننا اليمنيين موجودين عم بيتظاهروا ضد هذا الموضوع، عم بيطالبوا بإعادة افتتاح المطار في صنعاء لحتى ما ينجبروا العالم يروحوا على مطار عدن. أكيد رح نحاول ناخذ أكثر وأكثر لقاءات هون لنشوف وقع الشارع. أكيد خضر فرحات احنا لايف على فيسبوك، انت موجود هون عم بتشارك بهذا الايفنت، خبرنا شو صاير. حبيبي يعطيك الف عافيه، يعطيك الف عافيه. اول شيء تعازينا لاسره عبد الملك السنباني ولجميع الجاليه اليمنيه بديرهم اليمنيين باليمن ولكل الانسانيه جماعه. هذه مصيبه وكارثه حقيقه كبيره، عازينا لو مش مقبول ان شاء الله العداله بتاخذ مجراها والقاتلين ياخذوا حسابهم ان شاء الله. الله يرحمه يبعد عنكم وعنه وعن الجميع ان شاء الله. ثانك يو خي حسين. ثانك يو. اوكي معنا كمان كوميشنر سام بيدون. سام حضرتك مشارك اليوم بهيدي المظاهرة، أعطينا رأيك يعني سبب مشاركتك ورأيك بالموضوع. جينا لنوقف وقفة تضامنية مع إخواننا بالجالية اليمنية ونستنكر هالجريمة اللي صارت بحق هذا المواطن اليمني اللي سافر على بلده لحتى يتزوج. يعني نحن منطالب انه هالمواساة اللي عم يعاني منها الشعب اليمني وبلد اليمن انه تنتهي، ومنطالب بانهاء الحرب حتى العالم تقدر تعيش. ومثل ما شفت اليوم كلهم بتصور الجالية اليمنية موحدة، يعني تحت شارة انه اشارة انه نحن منا يمن موحد وبسلام، يعني عندهم they deserve to live in peace. مزبوط. شكرا استاذ سام، اكيد رح نكمل نحن بعرض هيدي.
وليد and Amy, نحن we're live on Facebook. We're live on Facebook. خبرونا أهمية هيدي الوقفة الاحتجاجية اللي عاملينها اليوم. والله الوقفة الاحتجاجية أولاً نحن يعني ألمنا ما حدث للولد عبد الملك السنباني. جريمة شنعاء، شاب في مقتبل العمر، مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية 8 سنوات، يعود إلى أهله، يريد أن يتزوج، أن يبني بيت، أن يفرح أمه وأخواته وأهله بوجوده وعودته، يتقطعه شذاذ الآفاق، يقتلوه، يتهموه بأنه حوثي ويلفق له كثيرا من التهم وهو بعيد عنها. نحن هنا نطالب، أو وقفتنا من أجل المطالبة بتحقيق العدالة، بضبط الجناح، بمحاكمتهم ومعاقبتهم والقصاص منهم. أيضا نطالب بفتح مطار صنعاء، لأنه مطار صنعاء أعتقد لنا كثير من 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 كثير من أبناء الجمهورية لا يحبذوا أن يسافروا إلى منطقة أخرى لأنها ليست آمنة، بالذات مطار عدن وما يحتويها وما حولها. نطالب بفتح مطار صنعاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول بأن مطار عدن لا بأس أن ينفتح وهو تحت ميليشيات، وصنعاء مطار صنعاء لأنه تحت ميليشيات أيضا. نحن نطالب بفتح المطارين، ونحن أبناء اليمن من يحدد اتجاهه ووجهته، ونطالب بوقف الحرب ورفع البند السابع عن الجمهورية اليمنية. وهذه من المطالب المهمة لأبناء الشعب اليمني كافة، لأنه أيضا هناك من أبناء اليمن داخل اليمن يريدوا أن يخرجوا للعلاج وللسفر، يعانون الأمرين عند ذهابهم إلى مطار عدن. حبيبي استاذ وليد، شكرا لك. اكيد وليد الايري. اوكي، انا شفت واحد حامل منصور. كان وي هاف ا لايف اون فيسبوك؟ يلا، كان في صوت عربي ولا انجليزي؟ عربي. عربي، تفضل. السلام عليكم. شكرا حسين، شكرا. شو الأخبار على هذه الزيارة الطيبة؟ نحن هنا في يوم حقيقة حزين جدا لكل اليمنيين على مستوى العالم، وأيضا الأمريكان هنا. ما حدث في اليمن وخصوصا في عدن هو جريمة كبرى، يعني حقيقة الكل زعلان، واللي صار المفروض الكل يحاسب، والقتلة أتمنى أن يحصلوا عليهم، وأتمنى من كل الإخوة هنا أن يقفوا إلى جانب عائلة أخونا عبد الملك السنباني. كلنا عبد الملك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويصبر أهله. وشكرا أخونا حسين على هذه الزيارة. حبيبي خلينا منصور، أكيد نحن مستمرين. تفضل. السلام عليكم. شكرا للأستاذ حسين على التغطية الإعلامية لما حصل للشهيد عبد الملك السنباني، وعبركم نبعث رسالة إلى الناس الخيرين وإلى أصحاب القرار الرئيسي. فتح المطارات وفك الحصار والموانئ هذا يعني سيحل مشاكل كثيرة، آلام الناس وتعب الناس، سفر 15 ساعة في السفر هذا إذا بدون أمطار، أما إذا حصلت الأمطار في الطريق فإنهم يعني يباتون في الشعاب في الجبال، معاناة الناس تنتهي بفتح مطار صنعاء، يعني من المطار إلى صنعاء 30 دقيقة بالكثير. أما من عدن يعني طرق وعرة، طرق موحشة وسط السيول بين الأمطار، يعني 15 ساعة، وفي ناس هناك، في ناس أمراض، وهناك ناس يعني شيبة كبار في السن. نتمنى أن تحدث الاستجابة بفك المطار وفك الحصار وفتح الموانئ. شكراً لك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن نناشد الأمم المتحدة بفتح مطار صنعاء والوقفة إلى الأخ والصديق والمغترب عبد الملك السنباني رحمة الله عليه. ونقول ايش نقول ونحن سعداء يعني بوجود الجماهير هذا الغفيرة متواجدين من جميع الولايات، ولايات في نيويورك، ولايات في كنيدكت، ولايات في كل المكان. وسلامتكم ويحفظ الله الجميع. وصل رسالة. ناشد الحكومة اليمنية في الشمال أنكم تنهوا المنكر هذه الذي اعتدوا على الطالب وهو رايح يزور أهله ويأخذوا معه ويقتلوه، فوق هذا يقتلوه. هذا ما عاد فيه إسلام، ولا عاد فيه يعني ولا عاد فيه إسلام ولا حرومة. بعد هذه ما عاد فيه ولا عدعة ولا عكر هنا يعني البلد. لا مطارات مفتوحة، سكروا مطاراتنا علشان إيش؟ إحنا مسلمين، ما لحق
السعودي وغير السعودي انهم يحاصرونا 7 سنوات، هم ماخذين نص البلد حق اليمن. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا أكيد ما زلنا متواجدين في مدينة ديربون وإلى جانب مركز المدينة وإلى جانب مركز الشرطة في المدينة، وهذه التظاهرة الكبيرة التي يقوم بها الجالية اليمنية في ميشيغان، وأيضا أتى بعض الأشخاص من ولايات تانية للانضمام والاحتجاج، وخاصة بعد مقتل الشاب اليمني الأمريكي. أكيد رح نكمل في هذه التغطية. السلام عليكم. أكيد في عالم لورا بدنا نحاول قد ما فينا نفرجيكم يعني شو عم بيصير. يعني كانت هناك أعداد كبيرة جدا من المواطنين اللي إجوا. وعليكم السلام عمي حبيبي. واجب على الحصار، 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 واجب على الحصار،
واجب علينا واجب نكون وطن واحد نكون وطن واحد وحدة واحد على الكامل واحد ان شاء الله شاب قتل ظلم وعدوان، ولذلك نحن هنا من أجل العدالة وتحقيق العدالة إن شاء الله. وتحياتنا أديب. الحمد لله. يلا نحن لايف أديب. أو لايف حسين. Thank you for coming. نشكرك أول على حضورك اليوم. أتينا من أجل سلامة المسافرين. الأخ عبد الملك رحمة الله عليه كان من المسافر في كل الحروب، حتى في الحروب الكبيرة في حق للمسافر للأمان. أعطينا الأمان للسلامة، ندعو للأمن والاستقرار، ندعو لفتح المطارات وطرق آمنة للناس. المعاناة اليمنية استمرت الآن لأكثر من 8 سنوات، معاناة كبيرة خاصة المواطنين اليمنيين الموجودين وأهلهم هنا الذين يرغبون في زيارتهم، معاناة الطريق. وهذه الآن قضية المرحوم عبد الملك فجرت في اليمنيين آلامهم لمدة السنين هذه. وأيضا نطالب أصحاب القرار هنا في واشنطن وفي أمريكا أن يضغطوا على كل الأطراف من أجل حل القضية اليمنية وإيقاف الحرب وإيجاد مخارج سياسية. لا يعقل أستاذنا أن تفتح مطار كابل اليوم الثاني ولا يفتح مطار صنعاء، أن الآن يتصالحوا مع طالبان ولا يتصالح الأطراف اليمنية مع بعض. الحق أن الآن إنهاء معاناتنا، فقد طالت لمدة عدد الأيام والشهور، ونطالب الآن بحل من أجل إنهاء المعاناة ومن أجل صون الحياة وصون النفس البشرية لجميع اليمنيين، فالجميع أخوة. وشكرا. شكرا دكتور أديب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسن الدعيس، ناشط شبابي وسياسي واجتماعي. جئنا إلى هذا المكان للتنديد بالجريمة النكراء والفعل الشنيع الذي حصل للشهيد المغدور به عبد الله أو عبد الملك السنباني رحمة الله عليه.
مطالبنا هو إلقاء القبض على القتلة والجناة وتسليمهم للعدالة وتطبيق الشرع والقانون بهؤلاء القتلة أيا كانت جنسهم أو نوعهم أو منطقتهم أو كياناتهم. الشيء الثاني فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن، فتح جميع المطارات جعل اليمنيين يتنقلون بحرية لأرضهم. نحن نعرف أن شركاء الحرب أو أطراف النزاع في اليمن يتجولون ويذهبون ويسرحون ويمرحون عبر المطارات والمنافذ، والمحروم هو المواطن المسكين فقط. لكن مطلبنا هو فتح المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية وجعل المواطن يتنقل في أرض اليمنية وليعتبر أن أرضه ووطنه هي الملجأ الأخير له وأن لا يضطهد داخل أرضه. ترحمنا على الشهيد المغدور به عبد الملك السنباني. أتمنى وقف الحرب، فتح المنافذ والمطارات والأمان لليمن. شكرا كثيرا. شكرا لك. تسليم القتلة واجب، تسليم القتلة واجب، تسليم القتلة واجب، وإعدام القتلة واجب، تسليم القتلة واجب، وإعدام القتلة واجب. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. طيب هيدا كانت تغطيتنا نحن من مدينة ديربون ووقفة احتجاجية لإخواننا من الجالية اليمنية تنديدا لمقتل الشاب عبد الملك السنباني في اليمن العزيز والشقيق. أكيد مطالبة بفتح الممرات البرية والبحرية وخاصة مطار صنعاء. أكيد ننقل لكم هذه الصورة من مدينة ديربون، عسى أن تصل إلى المسؤولين وعسى أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة وإنهاء الحرب وإعادة اليمن يمن واحد موحد. كان معكم حسين هاشم من مدينة ديربون، إلى اللقاء.